السماء وافترشوا التراب، يشرط عليهم ما ادري 27 شرط، ياكلون الجشب ويلبسون الخشب وما ادري غير ذلك. هذه الشروط اللي يشرطها على وزرائه وخيره جنده، انا وانت متحملين. اذا الصدق راد يجري القران باحكامه في الامه، انا وانت نستحمله. الله ما راح يعيد علينا قضيه الحسين مره ثانيه ونصير اهل الكوفه وندعو امامنا ونقلب عليه. الجريمه الاولى انهم دعوه لكي يكون اماما عليهم ومخلصهم ثم عدوا عليه فقتلوه. شوف بالقران الكريم الله منزل سوره اسمها سوره يوسف. اهم قضيه في سوره يوسف ان اخوه يوسف كذبوا على ابوهم. قال لهم ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون، بعدين ذبوه في البير. ايش قد الناس تحكي عليهم، رب العالمين متكلم عليهم، مع انهم فيما بعد تابوا واصلحوا واستغفر لهم ابوهم واستغفر لهم يوسف، لكن لانهم خدعوا وخادعوا اباهم هذا يبقى مسجل عليهم. الحسين ما ذبوه في البير، ذبحوه. قالوا له تعال ليس لنا امام، لقد اخفر الجناب واينعت الثمار، فاقدم فانما تقدم لك على جند مجنده. ترى هذول اللي اشتركوا في قتل الحسين اما كلهم او بالمئة 90-80 منهم كانوا يصلون خلف امير المؤمنين. شمر كان من شخصيات شيعة امير المؤمنين. شمر قتل الحسين كان يصلي وراء امير المؤمنين، يسمع خطاباته ومواعظه. اي نعم،